دابا الناس كيبقاو مأثرين وكيبقاو دايرين بالهم بهاد الوليدات اللي كيهربوا داكشي. الناس كيبغيو يعرفوا شنو المصير ديالهم وشنو يعني. الناس كيهزوا الهم بحالهم بحال الاهل او اكثر، خصوصا البنات بيان سور. إذن مشاهدينا الكرام، الحمد لله على سلامتها، واخيرا يعني بعد دقائق قليله ملي خرجنا من دار القاصره ملاك، ديك الساعه شي واحد اللي كانت معاه قال ليها سيري جري راه داركم، جابوا شوف تيفي وطلقها ومشات بحالها لدارهم ورجعات، عندهم الحمد لله. وهذا هو المطلوب، ولكن حنا تنتمناو يعني ان العائله ديالها تمشي لعند الدائره الامنيه اللي دارت فيها يعني بحث لفائده العائله، وتعطيهم هذه المعطيات باش يديروا البحث ديالهم، وديو البنيه للطبيب الشرعي يقلبوها يشوفوا واش يعني العذريه ديالها تمسات، واش تم يعني التحرش بها او اغتصابها، ويشوفوا شكون هذا اللي خاف وصيفتها لدارهم، شكون هو هذا؟ لان ما يمكنش بديك السرعه. انا عيطت لي دابا يا الجده، وعيطت لي الاخت ديالها، وهذا قالوا لي فاطمه الزهراء غير خرجتي جات قالت لينا شوهتوني علاش درتوا لي شوف تيفي راه قال لي فلان راه يعني. لولا الحمد لله ان الام ديالها تواصلت معانا ومشينا درنا داك المباشر، ما كانش غادي يخاف وغادي يصيفط هاد البنيه، وربما كان غيخليها عنده ايام اخرى وغيبقى شوف علم الله شنو كان كيدير معاه وشنو كان كيدير بها. اذا وهذه ماشي اول مره ديال القاصرات اللي كيهربوا او اللي كيتغرر بهم، اون فوا كيشوفوا المباشر عاد كيتخلع. وانت مالك اصلا ليش تشوف؟ بعدوا على هاد المشاكل، بعدوا على القاصرات. الا جات عندك شي قاصره واخا تجي عندك بخاطرها قول لها سيري لداركم، او سيري لاقرب نقطه امنيه، وسواء كنتي راجل سواء كنتي شاب سواء كنتي امراه، سيري لاقرب نقطه امنيه، امني عليها في دارك وسيري لاقرب نقطه امنيه وجيبي لي البوليس ان والديها تيكونوا في واحد الحاله ماساويه يرثى لها. اذا الحمد لله والشكر لله، بعد اللايف اللي دارتو شوف تيفي القاصره ملك رجعات الاحضان ديال الاهل ديالها ورجعات الاحضان ديال العائله ديالها، وكنتمناو ان هذه تكون هي المره الاخرى. حنا غنحاولوا اننا نتواصلوا مع العائله مره اخرى باش نشوفوا شنو الحل اللي ممكن ان نديروا لديك البنيته، نشوفوا لها شي مركز ديال الايواء فين ممكن انها تعلم شي صنيعه، فين ممكن انها تعالج نفسيا، لان البنيه عندها عقد نفسيه تكونت لها منذ الصغر، والسبب ديالها المدرسه، الوليدات اللي كانوا كيقراو معاها، والعائله ايضا، لان سمعنا ما قبيله شنو كانت كتقول. كتقول لك البنيه كانت كتلعب وكنمشي عندها تنقول لها يلاه راكي كبرتي على اللعب، وتنخرجوها. الناس اللي كيكونوا عندهم الزعلولات وداكشي كيقول لها لا غتهرسي لينا، ما يمكنش لينا اننا نخليوك تلعبي. يعني البنيه تكون عندها عقد، ما دوزتش الطفوله ديالها، دوزت واحد المراحل، نقزات من مرحله الطفوله لمرحله المراهقه بلا ما تعيش لها هذه، وهانتوما شوفوا المراهقه ديالها كيفاش كدوزها. اذا مشاهدينا الكرام كنشكركم انتم على التفاعل ديالكم، وحنا حاولنا اننا نعطيكم المعلومه ان البنيته رجعات الحمد لله الاحضان ديال العائله ديالها. تنتمناو ليها انها تكون هذه هي الاخره خويا، وانها ترجع الاحضان ديال الوالدين ديالها، وان خصها واحد المتابعه نفسيه، والبنيه خصها ترجع تقرا، لان الهدر المدرسي راه هادوما التبعات ديالو. البنت ما تتقرا، ما تتعلم صنعه، ما تتخرج تلعب، ما عندها صحابات، صافي الدريه كطج تتخرج، وهنا فين غتعلم البليه، وهنا فين غيطراو ليها بزاف ديال الحوايج. كنتمناو مشاهدينا الكرام ان هاد البنيته تعيش الطفوله ديالها كيف ما راه باقا طفله، راه 14 سنه كيف ما قلت لكم، راه باقا كتمشي للبيدياتر، باقا كتمشي تعالج عن طبيب ديال الاطفال، باقا خصها طبيب الاطفال، وبالتالي مازال باقا تلعب بالمونيكات، باقا تلعب قشاويش، راه كبار وكيبغيو يلعبوا. ميمكنش انك تحرم طفله من اللعب، راه ملي كتحرمها من اللعب راه كتركب فيها واحد العقد نفسيه، راه رجعتوها كبيره وهي باقا صغيره، ولهذا راه كتقلب على الذات ديالها في بلايص اخرين. إذن مشاهدينا الكرام غنختم معكم هذا البث المباشر، ونقول لكم شكرا لكم، والى اللقاء في بث اخر باذن الله.